قالت له انت قلت ان مفيش مستحيل عند ربنا، انا نفسي اشوف الكلام ده واصحى. في بنت اسمها دميانة في شبر الخيمة دخلت في فترة تعب شال الرباعي، قعدت على السرير مفيش حركة. تفتكر لو اي حد مكان البنت كان هيتصرف ازاي؟ اكيد كان هيقول ان ربنا مش موجود. دي بنت لسه ما فرحتش. في يوم حد جه ادى ليها صورة ابونا في التقوس وقال ليها اطلبي منه وهو مش بيكسف حد. مسكت صورته وقالت له انت قلت مفيش مستحيل عند ربنا وانا نفسي اشوف الكلام ده واصحى. نامت ظهر ليها ابونا في التقوس رشم على كل حتة فيها علامة الصليب، والنور كان مال البيت ومال الأوضة كلها. وبعد كده اختفى والباب خبط، ودخلت اللي بتخدمها قالت ليها ابونا في التقوس جاني وقال لي روح قومي صاحبتك وقولي لها انك انت مفكيش حاجة، وتمت المعجزة. في سفر طوبيا في ايه ما تقول حينئذ قال رعويل لا اشك ان الله قد تقبل صلواتي ودموعي امامه. بركة شفاعة ابونا في التقوس تكون معاكم وتفرح قلوبكم.